حتى بعد وفاته على تقاسم كمي هائل من المعلومات والأفكار والكتب ويضعها رهن إشارة الجميع. مكتبة محمد العربي المساري إضافة نوعية للرصيد الغني الذي تكتنزه هذه المكتبة العتيدة، وهي إنتاج ثروة حقيقية راكمها الرجل طيلة حياته، وهي ثروة القراءة والمعرفة والتوثيق والبحث والإنتاج والتأليف. وهي إضافة نوعية كذلك لأن صاحبها رجل لا يبحث إلا عن ضرر الكتب ونوادرها، ولا يلتقي من المكتبات إلا أجودها، فقد كان رحمه الله يسافر كثيرا إلى بلاد كثيرة ولا يرجع إلا وبحوزته رزمة من الكتب. تضم هذه المكتبة كما قال السيد المدير حوالي 3500 كتاب من السياسة، في مجال الأدب، في مجال الفن، في مجال التاريخ ومجالات أخرى، وبلغات متعددة بالعربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية. كما ألف رحمه الله أكثر من 20 مؤلفا كان آخرها إسبانيا الأخرى. كتاب إسبانيا الأخرى كان من تقديم الدكتور حسن أوريد، حيث يقول أن الكتاب يسائل النخب في البلدين لتجاوز عقد التاريخ وعداواته والتوجه إلى بناء المستقبل المشترك من خلال تجاوز أفكار المسبقة والقطع مع بعض المواقف الإسبانية الماضوية التي تعتبر المغرب عمقا استراتيجيا لإسبانيا، من منطق أن من يسيطر على الضفة الجنوبية للمتوسط يهيمن أيضا على ضفته الشمالية. وفي أيام قليلة الماضية تم تقديم النسخة الإسبانية لهذا الكتاب في الدار العربية بمدريد، وهي من تقديم ميغيل أنتيل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني الأسبق، حيث يقول في هذا التقديم: فقد بحث دائما العربي المساري عن إسبانيا الأخرى، إسبانيا التي تعيد اكتشاف تاريخها المشترك مع المغرب، خصوصا إسبانيا المستعدة لبناء علاقات جديدة مع المغرب خلال القرن 21. فقد تم نشر ترجمة إسبانيا في لحظات مهمة من العلاقات المغربية بإسبانيا، فالصور النمطية ما زالت حاضرة في مجتمعاتنا، وبقلق كبير نتابع الظهور من جديد لعناصر تريد العودة بنا إلى إسبانيا القديمة. قراءة هذا العمل، يقول موراتينوس، سيساعد الرأي العام الإسباني لفهم أفضل للأسباب والمشاعر العميقة للمجتمع المغربي تجاه الإسبان. يتم السيد العربي رحمه الله بدراسة التاريخ والجغرافيا السياسية لفهم الحقائق والوقائع التاريخية والتي تشعب كثيرا في استيعاب الحاضر والمستقبل، وانشغل كثيرا بدول الجوار، وألف كتاب المغرب ومحيطه في جزئين، ودافع بشراسة عن قضية الصحراء المغربية في كتاباته وفي لقاءاته في المنتديات الوطنية والدولية، كما كرس مجهوداته لتفكيك وفهم طريقة تفكير النخب السياسية لدول الجوار وخلفياتها ومحددات مواقفها من المغرب وقضايا استراتيجية، سواء كانت هذه النخب من الإتابليشمنت كما كان يسميها عندما يتعلق الأمر بالجار الشرقي، أو النخب ذات المنشأ الديمقراطي كما في حال الجار الشمالي. اهتم محمد العربي المساري كثيرا بدراسة الصورة الذهنية للإسبان وتمثلاتهم الاجتماعية والسياسية حول المغرب والمغاربة، وكذا صورة إسبانيا لدى المغاربة، وكان يعتبر أن هناك العديد من مناطق العتمة التي ينبغي إضاءتها في تاريخ العلاقات بين المملكتين لفهم جيد للآخر ولمحو الصورة السلبية لكليهما لدى الآخر. أما بالنسبة لصورة المغرب لدى الإتابليشمنت الشرقي، فقد أبدع في رسم صورتها من خلال كتاب المغرب الافتراضي في الصحافة الجزائرية أو قصف الواد الناشف الصادر سنة 2000، ويرصد فيها في الكتاب الأكاذيب والأباطيل التي تروجها الآلة الإعلامية الجزائرية عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي، وهي نفس الماكينة التي لا زالت تشتغل إلى اليوم بالرغم من الصدأ الذي أصابها. محمد العربي المساري رجل
استثنائي متفرد بصيغة الجمع، وطني كبير، رجل دولة مهووس بحب الوطن، دافع عن مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة، واعتبر أن حرية الرأي والتعبير والصحافة هي أم الحريات، وقدم إسهامات وازنة على مستوى قوانين الصحافة والنشر وقوانين الاتصال سمع البصر بيادنا. كانت الصحافة هي الرئة التي يستنشق منها هواء الحرية، ومهنة الصحافي بالنسبة له مصدر فخر واعتزاز. إذا كان رحمه الله عندما يسافر وفي المطار يملأ الاستمارة وهناك استمارة المهنة، وكان يسرع لأن يكتب وهو وزير المهنة صحافي. ذات مرة نبهه أحد الموظف في المطار وقال له: أنت وزير؟ يعني اكتب. قال له: لا، وزير هي مهمة ستنتهي بعد حين، أما أنا فأنا صحافي. ويصر على كتابة صحافي في ورقته. لقد كنت محظوظا حقيقة عندما اشتغلت إلى جانب محمد العربي المساري في الحزب وفي النقابة وفي الوزارة، ورأيت كيف اجتمعت فرنسوتية من النزاهة والكفاءة ونكران الذات والجد والصرامة في العمل والمطابرة، وإعطاء عامل الوقت قيمة كبيرة جدا ومتابعة أدق التفاصيل. إذ كان رحمه الله يدون كل شيء، حتى أثناء حضوره لمناقشة الرسائل والدكتوراه كان يأخذ قلم وورقة ويدون أهم الأفكار التي تروج في تلك المناقشة.